التي لا تنطفي. نسأل الله الكريم من فضله فاتركوهم يهنؤون بمناجاتهم واستغفارهم، فليس للمعتكفين شغل بغير مولاهم. ومن لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف ما الذي آلم قلب يعقوب. فيا كل عاقل، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة نداء من القلب، نداء من محب. الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. فاحرصوا على اللحظات وتداركوا هذه العشر المباركات رجالا ونساء. فعلى المرأة ما على الرجل من أحكام، غير أنه لا بد من إذن زوجها، ويجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها إن لم يتيسر لها في المسجد. فشمري أمة الله، وتعاونوا معاشر الأزواج على البر والتقوى، وتمسكوا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في الاقتداء به، لعل الله أن يرحمنا وإياكم، لعل الله أن يرحمنا وإياكم ويتجاوز عنا وعنكم في مثل هذه الأيام الفاضلة. فقد كثرت والله الذنوب، كثرت الذنوب، ولم يبق إلا عفو علام الغيوب. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا. جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنل العفو يا أقرب من كل قريب. أيها المحروم، من لم يربح في هذا الشهر الكريم ففي أي وقت يربح؟ من لم ينب فيه إلى مولاه ففي أي وقت ينيب ويصلح؟ من لم يزل متقاعدا متقاعسا عن الخيرات ففي أي وقت تحصل له الاستقامة ويفلح؟ أخي تنبه، ففي هذه العشر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، قيل تكون في وتر منها، فقيل في ليلة 21، وقيل في 25، وقيل في 27، وهو أشهرها دليلا. وقيل لا يبعد أن تكون ليلة القدر دائرة بين أوتار العشرة وليست في ليلة منها ولا تخرج عنها. ولما كان دخول شهر رمضان، انتبهوا لهذه الملاحظة يغفل عنها الكثير من الناس، لما كان دخول شهر رمضان غير قطعي فرب ليال نعدها أوتارا، هي في واقع الأمر شفع ليست بوتر. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العبد المسدد لا يقصر نشاطه على الأوتار من العشر، بل يجتهد العشر كلها مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك أخي، إياك أخي أن تكون فيها محروما، فأكثر من الصلاة ومن الذكر وقراءة القرآن والصدقات، وأكثر من الدعاء فيها. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث متفق عليه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير في كل مكان. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه، واختمه لنا بالقبول والغفران. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ولا تجعلنا من المخالفين الفجار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر كله ويدرك ليلة القدر ويفوز بالثواب الجزيل والأجر. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم ألقي الرعب في قلوبهم وخالف بين صفوفهم ومزقهم شر ممزق. اللهم أحصهم عددا وانثرهم بددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم رحماك رحماك بالمسلمين المستضعفين، اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى وذا الشيبة الكبير،
اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، ليس لهم ناصر إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأصلح ولاة أمورنا خاصة، اللهم وفقهم وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم ملاذا للمستضعفين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا وعجزنا، يا عفو اعف عنا، يا غفور اغفر لنا ذنوبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحل الشهر يا لهفاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما، طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصم. كان معكم في الهندسة الصوتية أشرف الحناوي.